فقدان الحماس للحياة وعدم المبالاة بكل تفاصيلها، وأيضا أحاسيس متعلقة بعدم القوة أو عدم القدرة على الخوض بمجال جديد أو التعرف على شخصيات جديدة بالحياة، يمكن إذا فينا نقول هي علامات بتدل على دخول الشخص بمرحلة فقدان الشغف وفقدان القدرة والرغبة على أداء أي شيء وكل شيء. يعني دائما في مقولة كثير منرددها بحياتنا تبع أنه أنت بدك تستمر بالسعي رغم فقدان الشغف. اليوم هاي الحالة للأسف يعني ببعض الأوقات بتطلع من الكنترول تبعنا، ما نقدر نسيطر عليها، نوصل لحالة عدم المبالاة، فقدان شغف، والبعض ممكن يوصل القصة معه لحالات عالمية وتسجل بشكل أو نطاق عالمي، واللي هي عفواً على السرير يلي نحن ما قلنا خلنا نعمل شيء وبدنا نضل بالسرير وبس. رح نحكي بهي التفاصيل اليوم كلها، رح نحكي كيف نقدر نتجاوز هاي المرحلة في حال وصلنا لها، وكيف نقدر نحمي حالنا كرمال ما نوصل لها أيضا. تفاصيل كلها رح نحكيها مع الدكتورة غالية سعيد، دكتورة بعلم النفس يلي صارت معنا ضمن سيدي دامسكو. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يعطيك ألف عافية. سعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم، طلوا بألف خير. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يعني ذكرنا ثلاث مصطلحات: عدم مبالاة، فقدان الشغف، مو طلعت كثير والله الأمانة كمان تعفون على السرير. خلينا نفصلهم هيك تفصيل تفصيل. حالة عدم الرغبة بأي شيء، فقدان الشغف، تمام، فعليا شو المقصود فيها ونحن كيف نستدل على أنه هذا الشخص خلاص فات بهي المرحلة؟ تمام. هلأ أولا مثل ما تفضلتوا، كل مصطلح تحدثتوا فيه بحد ذاته هو يعتبر موضوع ويحكى فيه، لكن نحن اليوم رح نجمعهم كلياتهم ونطلع فيهم بالملخص اللي كل الناس عم تدور عليه، اللي هو فقدان الرغبة، الشغف، المتعة بالحياة أو الاستمتاع بأي نجاح. رح نبدأ أول شيء من الإنهيدونيا. الإنهيدونيا اللي هي فقدان الشغف، هذا المصطلح العلمي والنفسي لإلها، وهذا المصطلح يلي بيفاجئ أو بيباغت الشخص بطريقة مؤلمة مزعجة، ما بتعرفوا كيف بلش يتفشى بالحالة النفسية، فجأة بيعطينا هالإشارات المؤلمة المزعجة: مالي خلق، مو جعبالي أعمل شيء، ضايق خلقي، حاسس حالي عم بعمل شيء غصب عني، فقدت المتعة، ودائما كأنه واجب. هاي الكلمات دائما بنكررها لما بيكون الإنهيدونيا بلش يستحل مكانه بحالتنا النفسية. هو عبارة عن اضطراب عم يدخل وبيعشش بحالتنا النفسية، عم يعمل حالة من فقدان للمتعة والأشياء الظريفة واللطيفة بكل حياتنا، فيما بعد لا نستخف فيه عم يدخل وبيعمل متداعيات كتير كبيرة، بيدخلنا بعدين بمتلازمة اللامبالاة، بيدخلنا بمتلازمة التعفن على السرير، اللي هي كلها شايفين كيف عم بتسحب، عم تاخد تدرجات مع بعضها للأخير للأسف، لحتى يوصلنا منهكين لبوابة الاكتئاب ويدخلنا بهذا الكهف الأسود. فأي علامات بتطلع عنا تبع أنه طبعاً الكل رح تطلع عنده هاي العلامات هلأ ضايق خلقي، مالي، حاسس حالي غصب عني، مو جاي على بالي أعمل شيء، عم تحكي عني عم تحكي عني كمان. هاي كلها علامات صراحة خطيرة لازم نوقف عنها، خاصة إذا كانت عم تتكرر لوقت كتير طويل وما قدر يفصلها فاصل ولو كان بسيط. تماما. اليوم قديش المشاعر او الدخول بهي الحاله ممكن ياخذ وقت مع الشخص؟ حكينا عن عدم المبالاه، انه هي ممكن تظهر فجاه ونحن مو حاسين. اليوم هذا الظهور المفاجئ هو نتيجه تراكمات نحن ما ممكن اخذينها بعين الاعتبار، ونتيجه اسباب ثانيه ممكن يقطع فيها الشخص، او ظرف ما تعامل معه بالطريقه اللي لازم نتعامل معه فيها، وبالتالي بنوصل لحاله عدم مبالاه ونحن متفاجئين انه ليه وصلنا حالنا لهون. صح. هلا يا صديقي العزيز، اللامبالاه لا تظهر فجاه، انما هي بتكون عم تاخذ بيئه خصبه لتعشش. كيف بتبدا هي؟ بتبدا اولا بصراحه بجرح المشاعر، ولا تستهينوا ابدا بهذا المصطلح. مشاعر من صديق، من زميل، من شخص كان غالي علينا، فبتبدا بجرح، وهذا الجرح ما بيترمى من الشخص اللي كان سبب الجرح، فبالتالي وقاعي الكلمه تماما بصير تعفن بالمشاعر مثل اي جرح طبيعي بالحاله الجسديه. بس يصير تعفن بالمشاعر، بتنتقل من مرحله التعفن لمرحله انه لا عاد يعنيني اي شيء، لانه انا اساسا مشاعري صار فيها مشكله، فما عاد يعنيني، يعني صار الفرح مثل الحزن، مثل الغضب، مثل السعاده، مثل اي شيء بيوصل الانسان بيشعر حاله. كلياتنا يمكن حسنا بهالمرحلة انه انا ما بعرف عم بتأرجح او بتفيق، بتحس حالك انه انا فيني شيء غلط، اساسا بتحكي بهالكلمة انا ماني منيح، فيني شيء غلط. فبعد فترة، طبعا هذا الشيء بده يكون شعور متلازم اكثر من 15 يوم بدون انقطاع ابدا، بتظهر عندك علامة اللامبالاة، بصير اي حدث جلل سواء بمشاعرك او بالحالة الحياتية انت بتتعامل معه انه بالله هيك صار، خير ان شاء الله. هلا هاي الكلمات في ناس ممكن تقول لك ايه برافو ما عاد تاثرت، لا مو برافو، في فرق بين انك تكون عم تعمل لا مبالاه اراديه وبكيفك مع تحكم بمشاعرك،
في فرق انك انت عم تعمل شيء عم تقدر تسيطرها خارج عن ارادتك، يعني صار تبلد بالمشاعر، وهذا لحاله كمان مجال مخيف وماله سهل مرعب. طيب اذا بدنا نفصل المراحل اللي بيحس فيها الانسان، يعني شو اول شيء لازم يحس، بعدين حينتقل لمرحله شعوريه اخرى، بعدين ليوصل لفقدان الشغف، اخر شيء بعيد الشر ممكن يصير معه اكتئاب او شيء اخر تماما. نفصلهم شو ممكن يحس لحتى اوكي انا هون في لا مثل ما بيقولوا ريد فلاكس انه لازم انتبه، صح ولازم خاف على حالي. طيب اول مرحله رح اقول لكم اياها وكلياتنا بتحسوها، لما بلش انا بهذا الدوامه المؤلمه بصير بشعر في عندي هيك قبضه بصدري، بتحسي انه متضايق بس ممكن. ما بعرف شو، بتشعر انه انت نبضات قلبك عم بتزيد. هلا اول شيء ممكن تقولي انه هي حاله جسديه، ونحن بنعرف انه الحاله النفسيه لا تفترق ابدا عن الحاله الجسديه، بعدين بتصير بتشعر بوهن عام بجسمك انه انا تعبان ومالي شيء، النفس بتصير بتحسه هيك بيطلع تبع انه ما عم ناخذ ايه تبع انه لا يعني تنفس الصعداء تماما مثل ما بيقولوا. بتصير بتطلع على حياتك ولو كنت عم تعمل شيء بتحبه منهك، يعني مع انك بتكون صحيانه من النوم بس بتحس حالك كانه ما كنت نايم، تعبان وبتعبر انا تعبان، حاسس بالتعب. هي النقطه. النقطه الثانيه بتصير الاشياء يلي ممكن تعمل لك هيك ولو انه شويه حماس انه يلا طالع او شيء عادي، وحتى لو صارت الاشياء اللي انت عم مثلا طلعت من البيت ولقيت مواصلات بكل سلاسه، شوف شو بسمت تخيل فتخيل يعني هذا الحدث قديش ممكن قديش هو بسيط، بس احيانا بفرحنا انه دغري بتلاقي هيك تيسير بالامور، فبتلاقي الموضوع انه عادي ما عاد يعني لي، اجتك ترقيه بالشغل، زميلك، حدا بتحبه حكاك شيء عادي، بعدين بتبلش وبترجع بتحاول تخلد لاكثر شيء ساعات النوم والراحه، بتلاقي حالك عم بتزيد اكثر، عم تحب تقعد لحالك، ما عم تحب تتواصل مع العالم، حتى تليفوناتنا اللي بنلاقي متعه فيها عم صرنا نمسكها ونرميها على جنب. هي كلها اشارات انه انا بلشت تضوي عندي اشارات الخطر في دخول بمتلازمه اللامبالاه. وبعدين بيطلع بالكلمه الشهيره ضايق خلقي، طابق على نفسي وما لي عرفان ليش. تعالوا ساعدوني ما بعرف شو بتجي جلطة آخر شيء وبتجي جلطة آخر شيء وبيستسلم. هي هي الأستاذ المخرج عم بيذكرنا هيك بشوية تفاصيل أحدهم قاطع فيها فهي الحالة قديش ممكن عن جد بالرغم عم ناخذها شوي بحالة فن يمكن لنخفف من وقعة طبعا أكيد، ولكن قديش ممكن تكون خطيرة، قديش ممكن تدمر مستقبل، ممكن تدمر مرحلة حساسة عم يقطع فيها الشخص سواء شب أو صبية. اليوم الظروف خارج عن إرادتنا، ولكن إذا الظروف ونفسنا إجوا علينا فكتير أو الكارثة يعني الأكبر بشعة. رح نروح للدور المحيط بهذا الموضوع، المنزل، البيت، الشغل، صح قديش ممكن يكون سبب؟ والله بيلعب دورين، سلبي أو إيجابي. هلأ الأغلبية للأسف لأنه هن أساساً كمان عايشين بمحيط سلبي فبيجوا عم يزيدوا لك إياها أكتر، يعني بتطلع انت مثلا انت اساسا متضايق تماما مسابقه انا لا انا تعبان اكثر في هذا السيناريو انا ما عم نام تبع انه شبك زعلان، شفت جارنا شلون لما زعل جته جلطه ومات، فانت كل ما لك بتتعبك شفت جارنا لانه مدري شو صار له جته سكته دماغيه هلا بيحاولوا انيه ايجابيه انه يخففوا، لكن شو بيصير؟ بيصير وطئه الموضوع مزعج اكثر بالنسبه لي، يا بيسمعوك الكلمه المشهوره اذا بدك تضل مكتئب وقاعد بوشنا هيك اقعد بغرفتك لحالك، فعم يدخلوني عم يفتحوا لي البوابه اني انا روح، او لا بتكون انت بدك تفضفضي بتقولي انا تعبان لا انا تعبان اكثر، هي المسابقه معروفه، او مثلا انا زعلانه لا تزعلي لا انا زعلانه اكثر ساعدتني الله يعطيك العافيه شكرا انا زعلانه اكثر منك، او ليش صار معك، او للاسف بيخففوا من قيمه الاحساس المؤلم اللي انت عم تشعر فيه. يعني مثلا اذا راحت سوسن قالت اليوم والله انا صار معي موقف ومتضايقه منه، بالله متضايقه مشان هيك، اي ما في شيء محرز تعال احكي لك عن مدري شو، مع انه هي بيكون بالنسبه لها الموقف مزعج وهي طالعة مزعجة، يعني ممكن دخلها بحالة غير جيدة تمام، لكن للأسف المحيط يا بيخفف من قيمة هذا الشيء وبالتالي بيزعجنا أكثر، يا بيتسابق معنا بهذا الموضوع، يا بيفتحنا البوابة تبع اقعد لحالك نحن مو ناقصين. هاي الكلمات السيئة اللي كل ما لها بتزيد الموضوع أكثر، ومن هون ندخل للتعفن على السرير تمام. خلينا نحكي عن هاي المرحلة تمام، قديش خطيرة وقديش ممكن تكون سوداوية بحياة الشخص. اول شيء التعفن على السرير كيف طلع ومن وين طلع؟ للاسف لما بنفقد الشغف في البعض منا بيدخل على غرفته بيحاول يموه عن حاله باستعمال تليفونه ووسائل التواصل الاجتماعي. بعض الاشخاص السيئين عم يتصيدوا هدول الاشخاص اللي عندهم اللامبالاه واللي عندهم الانهيدونيا، فراحوا عملوا تحدي على تيك توك يلي هو قد ايه ممكن انت تضل على
سريرك وتقدر تقوم بواجباتك أو حتى بأعمالك أو حتى تأكل وجبات خفيفة وتكون أكثر ساعات ممكنة على السرير. هلأ للوهلة الأولى يقولوا إيه شو فيها، نحن بنرتاح على السرير أو بغرف نومنا، لكن الدراسات النفسية ومعظم الجامعات والأبحاث النفسية بتقول السرير لم يوجد إلا فقط لحالة النوم، ولما بندخل بمرحلة النوم العظمى وليس ببدايته. ليه؟ لأنه أساساً ممكن هو يعطينا مجال للأفكار السلبية، للذكريات المؤلمة، للأشياء اللي ممكن تفتح لنا بوابات كنا عم نحاول أنه نحن نتناصاها. وبالتالي قالت الدراسات أنه كل فترة من قضيها على السرير نحن ليسنا بحاجة النوم ولسنا مرضى، بتدخلنا بدوامة انعدام الشغف، الانهدونية أكثر، اللامبالاة أكثر، الإحساس بأنه نحن دون الآخرين ونحن لا نعمل أي شيء، وكل معنا بتغرقنا بالسوداوية، بفوت أكثر بالوحل. تماما. طيب الدكتورة ذكرت كثير مصطلحات يعني كنا عم نحكي فيهم بسياق فقرتنا. الناس أحيانا بالمجمل بتربط هاي المفاهيم بالوعي، أنه أنا كبرت فبطلت أنبسط على نفس التفاصيل اللي كنت أنبسط عليها وقت كنت صغيرة، أنا كبرت فبطلت أزعل وصار عندي تطنيش ولا مبالاة. قديش في غلط وقديش في صحة أنه نحن أوكي لازم نبالي بدرجة معينة؟ حتى في أشخاص خلص صاروا عندهم فن اللامبالاة بيطبقوا بحياتهم ولو أنه هو كتاب بس عم بيطبقوا بطريقة كتير غلط. تمام. قديش في انفصال ما بين المفهومين أنه أنا أوكي واعية ولكن كمان لازم يكون عندي وعي بحالتي الشعورية وأني ما أنساق وراء فقدان الشغف؟ حلو كتير السؤال وشكرا لك لأنه نقطة كتير مهمة اللي هي لا يعي أنه مرحلة أنه أنا كبرت معناتها انه انا تبلدت مشاعري، لا، انما بتاخذ معنى النضوج اكثر، يعني بدل ما اكون مثلا انا ازعل او ابكي اذا هي طلعت فيني نظره ما حلوه او ما سلمت علي يمكن انا اصير برر. لا، في فرق كثير كبير بين انه انا كبرت ووعيت وصرت شوف المشاعر بوجهه نظر اخرى او اعطيها حقها، وفي فرق بين انه انا لاني كبرت بطلت انه انا استشعر. في كثير ناس توهم الآخرين أو توهم نفسها إيه لأنه أنا كبرت وصرت واعي أكثر فأنا بطلت حس يعني أو شيء، لا بالعكس بتلاقيهم هنن بروحوا على غرفهم بفوتوا بدوامة من البكاء، وهدول ما بنشعب حالنا كتير بيكون ممكن يكونوا عم يخبوا علينا بالاكتئاب الضاحك. هذا الاكتئاب الضاحك لحاله كارثة ولحاله محور بينحكى فيه بأشياء كتير كبيرة، لكن مرحلة الوعي مو معناتها إذا أنا كبرت معناتها بطل انا ازعل، يعني مو اذا اجى هلا بالشارع اللي انت مثلا حدا او والله ليش جاي لعنا اليوم انه انا والله انا كبيره ما لازم ازعل، لا حاتضايق بس رح اقول له شو عم يقول لي، بجوز هو تعبان، بجوز متضايق، بجوز انا طلعت بوشه باللحظه الغلط، فهون ببرر انا، هون صار الوعي اني انا ازعل بالوقت يلي الموقف بيستاهل. والغلط الاكبر اذا عم نقرا نحن كتاب اللامبالاه انه في مواقف كثير لازم انا ازعل فيها، كيف قال لا لازم ما ازعل؟ مشاعري السيئة أو مشاعري السلبية لازم تطلع، مشان ما يوم موقف من الأيام إذا حدا قال لي مرحبا كيفك تلاقي دموعي نزلت على خدودي، ليش؟ لأنه أنا أساساً عندي كبت. فرق كبير بين أني أنا واعي وعم أعطي المشاعر حقها وبين أني أنا عم بعمل لا مبالاة وعم استخف ونيم المشاعر. تماماً دكتورة، اليوم هذا الموضوع كتير عم ياخد صدى، وموضوع أنه نحن أي حدا عم يكون موجود بالشارع وصدقاً وقت تسأليك مرحبا أو شو عامل أو شو مساوي اليوم أو كأنك مو على بعضك فجأة بينهار ويبكي، صح؟ هي حالة اللامبالاة أو حالة الـ الموت، تعبئة المشاعر. هي بيقولوا لها تعبئة المشاعر وضغطها بشكل كتير كبير لدرجة أنه أنت كلمة بسيطة ممكن تعمل لها انفجار كتير كبير، وبالتالي أنه أحيانا بتقول لواحد شبك أو مالك على بعضك بتطلق فجأة بتلاقيه بكي لأنه في عندك بكون قاطع بكل المراحل اللي حكينا تماماً فيها. تماماً. أي. وصلنا لحالة الاكتئاب أو الاكتئاب الحاد إذا بدي أقول، هو تسلسل نحن أيمت منوصل لحالة إنه أنا خلص وصلت لحالة الاكتئاب ما عاد أقدر أطلع منها، وهل هو اكتئاب حاد مباشرة أو لا؟ حتى الاكتئاب ممكن يمرق فيه مراحل. تماما يا صديقي، لا هو بيمرق بمراحل. أكبر غلط لما الناس بتقول، وهي الكلمة كتير شائعة وغلط اليوم، شو بكي اليوم مو رايقة والله مكتئبة، لا هاي الكلمة خطأ تماماً ومرفوضة بأي مصطلح نفسي طبياً أو نفسياً، لأنه هاي بتعبر إذا بسمعك طبيب نفسي بيشخص لك دواء على هذا الأساس. لا غلط، ما بيصير هذا الكلام. عندي مشاعر غير جيدة، مستاء، مالي مرتاح، بس مو مكتئب، لأنه مكتئب أنا شخصت حالي داخل بالاكتئاب. الاكتئاب ما بيطلع بين نهار وليلة، ما هو وليد لحظة أو موقف أو فكرة أو قصة، لا هو عبارة عن فجوات نفسية كتير مؤلمة، أزمات نفسية ما انحلت، مطبات كانت مؤلمة جدا، أشياء يعني مثل ما بلشنا نحن مثلا الانهيدونيا، لا مبالاة، تعفن على السرير، البوابة صارت جاهزة للدخول بالاكتئاب. لأنه بعد التعفن على السرير لما بيستسلموا بيضلوا أيام على سريرهم
هون بيدخل بقى مشاعر الاكتئاب وبتدخل النوبة. طبعا الاكتئاب بس لنوضح لازم يكون من 15 ل 20 يوم متواصلين المشاعر سيئة وبتراجع، لكن إذا فصلت لمدة نهار واحد فصلت ورجعت حالك طبيعي تعتبر كنت مارق بنوبة اكتئابية أو مشاعر اكتئابية وليس مرض الاكتئاب الكامل. تخيل قديش عم نساعد نحن لما فينا نشخص وقتها. طبعا الطبيب النفسي حصرا هو المجاز. دكتورة بدي روح شوي على تأثير السوشيال ميديا. نحن كتير منشوف صور وميمز إنه فقدت الشغف، أنا تعبانة نفسيتي، ودائما منردد هاي الكلام. يعني حتى متلازمة التعفن على السرير هي عبارة عن ترند على التيك توك. صح، قديش في خطورة إنه نحن منقول هاي الكلمات حتى لو ماني مكتئبة، يعني ماني مكتئبة أكيد أنا مزعوجة. نحن بنقول هذا الكلام ومنردده ومنردده، فعلا اخر شيء بنصدق انه انت فعلا الباطن عليك الباطن بده يصدق. طبعا العقل يا سيدتي ما عنده مزح وجد، يعني هلا انت بتقولي انا ناجحه انا حلوه خلص وبتتعامل على انه انت ناجحه وحلوه، ما عنده هذا الكلام تبع والله عم تمزحي، لا يلا ما عم تمزحي الاريه كلمه. لذلك نحن بنقول انه التواصل الاجتماعي له كثير دور يا جماعه. طب قديش مسكتوا تليفوناتكم؟ تعي انا وياك بنات، هو ما راح يفهم علينا القصه، وكنا عم نشوف حدا عم يتقدم لوحده بطريقه كثير حلوه وتبسمنا تلقائيا. ليه تبسمنا؟ واخر شيء بتقري كومنت انه انت ليش عم تتبسمي؟ لانه انت اساسا عقلك عم يتفاعل مع الاحداث، وبالتالي سندتي الفكره انه ممكن تكون لي. وبنفس الوقت لا سمح الله اذا شفنا حادث مؤلم او قصه ماساويه حتلاقي وجهك انت عم تطلع او اللي قاعد قدامك بيقول لك شو عم تقري؟ شو في ملامح وشك؟ صح. كلها صح. تغيرت، وبالتالي اذا ملامح الوجه تغيرت فما بالكم بالعقل. السوشيال ميديا كثير لها فكره انه يا بتريحك يا اما بتلاقي، يعني احيانا بتفتح شو تلاقي ان لله وان اليه راجعون، توفى توفى توفى، بتحس حالك وش بتضايقت. وبنفس الوقت اذا لقيتي واحد عم يتقدم وعم يعمل وعم بيساوي وعم يجيب هدايا الحياه حلوه وعم يجاكلنا كثير فانه كمان يا الله ليش هي مو انا، كمان بيصير ازعاج. فالسوشيال ميديا لها جانب كثير مهم انها بتزعج وبتعمل هذا الضغط. يعني بالختام بدي هيك نروح لحاله الخروج من هي الحاله، او على الاقل ما نوصل لها. مثل ما ذكرت هي بعض الاوقات ما بتكون بايدنا القصه، تمام، ولكن بس اقل شيء المينيموم ما نوصل لها. تمام، رح احكي عن ثلاثه بطرق سريعه شلون ممكن نبلشها. لما بيبدا معنا الانهيدونيا يعني فقدان الشغف، فورا نوقف الشيء اللي عم نعمله ولو كان عمل او حياه او شيء روتيني ونكسر الروتين. الانهيدونيا بتتغذى على الروتين، العمل الروتيني بيتغذى الانهيدونيا، يعني فقدان الشغف بشكل كثير كبير. فورا بنوقفه وبنعمل حاله جديده. ان شاء الله انه نحن مثلا انا متعود اتغدى الساعه 3 فبتغدى الساعه 6، اي شيء بيكسر حاله الروتين واستمر عليه من 3 ايام لل 7 ايام هذا الشيء بيساعد كثير. بالنسبه لفقدان الشغف دور على شيء كلياتنا عندنا هذا الرفيق اللي بيضحك ولا سبب، هذا اللي خلوه بحياتكم كثير مهم، بتتصلوا عليه فورا انه تعال لحتى نضحك مع بعض بدون ولا سبب، تقعدوا معه على الاقل لو ساعه بس هيك انه يعني انا بدي اضحك خلص. هذا الشيء ممكن يكسر هذا الريتم شوي. حافظ علي بالشاي، حافظين عليها، حافظين الحفظ والصف. طيب بالنسبه لللامبالاه، اكيد لما بشعر بتبلد المشاعر فورا بروح بحاول انه انا ايقظ مشاعري، انه الشغلات اللي كثير بحبها بخليها هيك تسعد لي الفرح تبعي، يعني ان شاء الله يكون شوكولا، ان شاء الله يكون شخص بحبه، واطلب المساعده، اقول لحدا انا حاسس بتبلد المشاعر ساعدني. بجوز يقول لك انا بحبك، بجوز يجيب لك شوكولا، قميصك الازرق مثلا كثير حلو الجديد مثلا مثلا هيك كسرنا تبلد المشاعر حاليا. تماما، هي الاشياء بتكسر هذا الشيء. بالنسبه للتعفن على السرير، ما ندخل ابدا الا وقت النوم، ولما بيدخل بالدوره الاخيره حتى بقلب النهار. اذا حبيتوا تاخذوا استراحه ما تكون بسريركم، لانه هي ما تتجاوز ال 10 دقائق او ال 15 دقيقه، خليها تكون على الكنبايه اللي بالصالون او بمكان ثاني، بحيث انه بس تريح بس ما فوت على السرير، ما فوت له الا وانا بالطور الاخير من النوم عشان ما استجلب الافكار اللي شغاله. نحن بنتمنى السلامه النفسيه للجميع وما نفوت بهي الدوامه ابدا، فقدان الشغف ونحس دائما بطاقه ايجابيه. نورتينا وشكرا على الطاقه الحلوه اللي كانت موجوده بعد. الله يخليك يا رب، وضلوا عم تضحكوا مع بعض لانه هذا الضحك هو عليه اللي بيكسر هذا الروتين الممل. شكرا كثير لك الدكتوره الغاليه، دكتوره غاليه سعيد، دكتوره بعلم النفس، نورتينا وشكرا على كل المعلومات واكيد على وقتك. شكرا لك، ايامكم سعاده. نورتينا دكتوره.